السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر تقنية، وياكم أخوكم سجاد الشمال. وبهذا الفيديو عندنا حلقة من سلسلة العيوب، ومثل ما عرفنا أنه بالقناة أكو سلسلة اسمها سلسلة العيوب، وسميناها أنه سلسلة العيوب لا ترحم. فسبق وسوينا عيوب الأكثر من هاتف، من ضمنها كان الـ A36 ومن ضمنها كان الـ A76، لكنه الـ A56 ما اتطرقت له، وذكرت بوقتها المزايا اللي يتميز بها هذا الجهاز لكنه ما ذكرت عيوبه. فإجا اليوم اللي راح ننتقد به الـ A56. الـ A56 الصراحة هو من الأجهزة اللي عجبتني أنا ونالت إعجابي، لكنه مثل ما عرفنا أنه أي جهاز ما يخلى من العيوب، كل الأجهزة بها عيوب، والعيوب هي أهم من مواصفات الجهاز نفسه، لأنه عيوب الجهاز راح نظل نعاني من عدد طول استعمالنا للجهاز، بينما المزايا راح تكون فتشي روتين وتنسي بمرور الزمن. فبهاي الحلقة راح نتعرف على عيوب الـ A56. ما أطول عليكم المقدمة، خلينا نفوت المحتوى الفيديو. أما بالنسبة للعيب الأول بالجهاز وهو ذاكرة التخزين للجهاز الداخلي، فهي 16 جيجا بايت وما يجيب نسخة 32، والمساحة الفارغة هي فقط 10 جيجا بايت، مع أن كانت أكيد دراج SD كات، لكنه الذاكرة الداخلية هي أهم فقرة بالجهاز نفسه. أنا ذكرت التخزين لأنه سعر الجهاز أعتقد أنه يتحصل بذاكرة 32 من غير شركة، فالهاسب كان بالنسبة لي عيب. أما بالنسبة للعيب الثاني وهو صوت الهاتف، للأسف أنه صوت الهاتف بالنسبة لي كان غير مرضي، يعني صحيح أنه دقته كانت والجودة كانت موجهة، يعني وتحس أنه نقاء الصوت فيه قوي جدا، لكنه شيء على شيء مثل ما قلت صوته كان ناقص بالنسبة لي. بعد فتح مقاطع فيديو على اليوتيوب ومثل ما تشوفون أنه هذا أعلى شيء، الصراحة مثل ما ذكرت انه حصلت على مضايقة، يعني انا قوية بالصوت مالته، يعني بعض الاوقات ما سمعت الجهاز وهذه الاصوات اللي تجي بيه هو نفسه. يعني تحس انه الصوت موجه والصوت بيه نسبة من التضخيم، زائد انه هو مجسم وما يحتوي على غواش او غيره، لكنه للأسف درجة الصوت يعني ما كانت بالنسبة لي عالية او مرضية. اما بالنسبة للعيب الثالث فهو وزن الجهاز، الصراحة حاليا انا استعمل الجهاز بدون حافظة ولا ستيكر ولا اي شيء اضافي، وزن الجهاز كان ثقيل، يعني بالاستعمال الفترة طويلة راح تحس انه انت اكو ثقل زايد بالهذا، تحس بالملل، يعني كيف اذا خليت لحافظة وغيره، الصراحة انه اعتبر عيب وزن الجهاز. اما العيب الرابع بهذا الجهاز نفسه فهو البعض يعتبره معيب، هو خلف الجهاز يجي من الزجاج، والزجاج اكيد انه هو ينطيه جمالية اكثر لكنه يكون قابل للكسر، هذا العيب بعض المستخدمين راح يعتبره عيب، اما البعض الاخر فيقول انه هو معيب، بالعكس انه تجميل للجهاز، وانا اتفق مع الرأيين، لكنه بالنسبة لي وضحته حتى للبعض يعني يكون عيب. اما بالنسبة للعيب الخامس هو لا يحتوي على مصباح ليد الخاص بالاشعارات، وهذا اكيد انه 75% من مستخدمي الهواتف يحتاجونه، بحيث انه هو يعرف على جهازه اكو اشعارات او رسائل او غيره بدون ما يفتح الجهاز نفسه. فللأسف انه على سلسلة الـ A56 والـ A76 والـ A36 ما واجهنا هذا الشيء. اما بالنسبة للبصمة فبصمة الجهاز الصراحة مقارنة بالاجهزة البقية من اللينوفو ومن الهواوي وغيره كانت بيها بعض التعليق، يعني بعض الوضعيات ما تفتح معاك، يعني لازم تحاول معاها مرة او مرتين، وخاصة اذا كان على ايدك بعض الرطوبة يعني من جراء العمل او غيره، اكيد انه الكل من عندنا يعني العمل الخاص ودائما الايد يعني تكون هي معرضة للأتربة والماء والرطوبة، فتواجه مشكلة بالبصمة قياسا بالأجهزة البقية. اما اخر عيب فهو الصراحة عيب او معيب، البعض عيب والبعض معيب، فهو البطارية الخاصة بالجهاز هي غير قابلة للإزالة، وتجي بطارية الداخلية وشحنها نوعا ما كان بالنسبة لي بين قصور قياسا بالأجهزة البقية وقياسا بالجي 7 من جالكسي نفسه. أتمنى هذا الفيديو ضاف لكم شيء وفاتكم بشيء. بالنهاية قبل تحياتي أخوكم سجاد الشمري من قناة ماستر.